صغاري أو صغاري تولي مزيان <applause> صغاري تولي <يانيت. تصفيق> أول حاجة بالنسبة لي شكرا أنكم بعد شت كتشوفوني جميلة لأنكم كلكم ما شاء الله عليكم آه زينين فبالنسبة لي مؤخرا فعلا تبغوا نقول لكم الحقيقة ولا ندير لكم داك ديال أول حاجة فضلت أن أهتم بنفسي مؤخرا لأنه كيف كتعرفوا الجمهور ولا حتى المنصة كتبغي تكون عندك واحد لياقة بدنية عالية وأنا معروف عليا ماشي كنشد الميكرو كنبقى واكله القبص يعني كنتحرك بزاف ديال الحوايج فخاصني نكون دائما في لياقة بدنية عالية فدرت سكولتين ما هادشي ماشي شي حاجه اللي كتعيب درت سكيلتين وعن دكتوره اللي هي صديقه ديالي بغيت نقول حتى الاسم ما عنديش مشكل اللي كان كلها كل تقدير وكل احترام وهذه حاجه كتضيف لي ماشي كتنقصني والانسان خاصو غير يدير شي حاجه اللي غتليق به وتجي معاه ودرت كذلك ريجيم وبقى متبعه لحد الساعه بالاضافه انني كذلك متبعه الرياضه ديالي فهذه حاجه اللي جميله بالنسبه للوك ديالي اليوم فضلت لبس طير او او حاجه يعني عصريه لانه انا الان في ندوه صحفيه وليس على المنصه ولكن في المنصه مستحيل انني نبان من غير الزي الحساني او الزي الصحراوي كنتمنى انني يعني نكون جاوبت جواب يشفي ما <applause> تنساش <applause> تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس